فريقا لكرة لكرة لكرتي. القدم من التلاميذ. التلاميذ. شفت ما انا قلت لك ايه؟ التا. ليه بقى يا منون التا؟ عشان ال التاني حرف من ورا اللام مش من ابغى حجك وخاف عقيب. ما شاء الله. اللي هي الحروف ايه؟ اللام هنا لام ايه يا رئاس؟ لام شمسيه. اللام هنا ايه؟ لام شمسيه. انت يا رئاس لما جيت تقرأ قلت ال، قرات اللام، لكن احنا عارفين ان اللام الشمسيه اللي احنا اخذناها المره اللي فاتت لا تنطق. تمام. يلا يلا يا منال اتفضلي اقرأ. انا استطيع في بناء المدرسة. وقف المعلم ليختار فريقا لكرة القدم. أنا عايز لا لحظة 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 يا منون لحظة. القدم الميم إيه؟ القدمي القدمي القدم من التلاميذ. تمام زي الفل. يوسف يا بطل، ايه رايك اكتب لك كلمه وتقراها معايا؟ يلا اقرا دي كده. الف عليها همزه تبقى ايه؟ ايه. انا علي صوتك. انا برافو احسن. استنى خد لك نجمه. ماشي خد كلمه كمان. يلا يا يوسف. و ق ب على بعضها. وقف وقف احسن. ايه الحلاوه دي نجمة يا بطل. طيب واحده كمان يلا. من جدع من رماس. تمام يا مس. من كم مقطع؟ جميل. مقطع يعني ايه مقطع دي يا مس؟ مقطع يعني ايه؟ مش احنا قلنا الحرف لما بيكون وحده زي مثلا ده كده، ده كده اسمه مقطع، ده كده اسمه ايه؟ مقطع. مش احنا كنا بنقول مثلا خلاص نعمل فاصل ونعمل فاصل، اللي في الفاصل ده لوحديه ده اسمه مقطع، وهنا لوحديه اسمه مقطع، وهنا بالوحديه اسمه ايه؟ مقطع. زي مثلا كده لما انا اقول فيناء هقطعها ازاي؟ مش احنا بنقول قطعها؟ قطعها ايه؟ قطعها مقاطع. قطعها ايه؟ عارفه كده مثلا لما تجيب ايه؟ حاجه احنا بناكلها ونجيب سكينه ونقعد ايه؟ نقطعها حتت، صح؟ زي مثلا كده تبص يا يوسف كلمه فيناء لو انا قطعتها يبقى في ثلاث ايه؟ كم مقطع بقى دول؟ كم مقطع؟ ثلاث مقاطع. ثلاث مقاطع. خد بالك يا منال احنا رقية معانا دلوقتي سمعانا ماشي؟ احنا دلوقتي في قلت لكم قبل كده عندنا حاجة اسمها مقاطع قصيرة ومقاطع طويلة يا بنات. ماشي يا يوسف؟ عندنا مقاطع قصيرة ومقاطع طويلة. المقاطع القصيرة اللي ما فيهاش مد. تمام؟ المقاطع الطويلة اللي فيها مد. تقدري بقى يا منال تقولي لي كلمة فيناء فيها كم مقطع طويل؟ واحد. واحد بس اللي هو فين؟ شوف يا يوسف تعرف تقرأ ده بقى؟ يلا يا حبيبي. نون ألف. برافو أحسن. نا استنى أسقف لك. شايف؟ نا اسمها إيه؟ نا. جميل خالص. طيب في كم مقطع قصير؟ رماس في كم مقطع قصير؟ اثنين. اثنين اي واي. يلا يلا يا يوسف تعرف تقرا لي ده؟ ها الفاء تحتها كسر بنقولها ازاي؟ في ما نطولش فيها. اي جدع احسنت. في وبعد كده فينائي. تمام وبعد كده همزه. الهمزه مكسوره نقول عليها ازاي؟ اي اي. يلا يبقى نقولها ازاي؟ فنائي. برافو عليك ما شاء الله.
ما شاء الله. ماشي يلا بنات نحل بقى كده. بيقول لنا ايه؟ استاخد بالكم علشان الكلام ده هناخده كتير قوي في المنهج. الاستخراجات دي الدروس اللي احنا اخدناها، احنا خدنا المد صح، وخدنا اللام الشمسيه واللام القمريه، ايوه، خدنا الحرف المضاعف، والنهارده ان شاء الله هناخد التنوين. قلنا عليهم ايه المره اللي فاتت؟ قلنا عليهم ظواهر لغويه، ظواهر لغويه اللي احنا بنتعلم منها القراءه والاملاء. تمام يلا عايزين كلمه، هنبدا بكابتن يوسف. ايه يا كابتن؟ عايزين كلمه بها مد بالالف، مد بالالف. يلا من هنا كده كلمه فيها مد بالالف، دور كده معايا. فيها مد بالالف على صوت. كلمة ايه؟ انا. فيها مد بايه؟ مستر وفناء. لحظة، انا فيها مد بالالف. طيب مين يقول لي ايه الحرف الممدود في انا؟ منال. ب. الحرف الممدود في انا؟ النون. النون. كنا بنغني للممدود ونقول له ايه؟ يا ممدود يا ممدود بيتك قبل المد. يلا عايز اسمع من منال. شغل الصوت يا منال، شغل الصوت. يا ممدود يا ممدود يا ممدود بيتك قبل المد. بص يا كابتن يوسف، لما احب اعرف المد اروح عند الممدود واخد الحرف اللي قبليه هو ايه؟ هو الممدود. عندك كلمه ايه كمان فيها مد بالالف؟ رماس قالت لنا فناء. فين الحرف الممدود يا رماس؟ الممدود النون. النون. شفت بقى يوسف، المد الالف والممدود النون، حرف اللي قبله على طول. طيب كلمه ليختار، ليختار يا يوسف، مد بايه؟ ليختار فيها مد بايه؟ مستر تلاميذ. لحظه لسه ما وصلناش لتلاميذ. مد بايه؟ التاء. لا الألف. لا ده التاء ده هو اسمه ممدود يا يوسف، التاء ده اسمه ممدود، اسمه ممدود، لكن المد ايه؟ الالف. المد هو ايه يا يوسف؟ الف. المد الالف تمام، والممدود هو التاء. طيب كلمه التلاميذ، يلا يا منال، فيها مد بالالف ولا لا؟ التلاميذ فيها مد بالالف. احسنت يا قمر. ايه الممدود؟ اللام. اللام، جميل خالص. طيب بعد كده عايزين كلمة بها لام قمرية. مستر المعلم، المدرسة. المعلم. المدرسة فيها لام قمرية؟ أيوة يا مستر. فيها لام قمرية. طيب مين تقول عايزين يوسف يسمع مننا يعني إيه لام قمرية؟ اتفضلي يا رماس، يعني إيه لام قمرية؟ خلي يوسف يسمع. لام القمرية دي؟ يعني إيه لام قمرية؟ منال؟ يعني إيه لام قمرية؟ نعم. تكتب وتنطق. احسنت. شفت يا رماس، اللام القمريه تكتب وتنطق، خدناها الحصه اللي فاتت. تكتب وايه؟ وتنطق، نكتبها وننطقها. زي كده ما اقول ايه؟ المدرسه، المدرسه. شفت يا يوسف يعني ايه لام قمريه؟ يوسف بقى يعني ايه لام قمريه؟ تكتب وتنطق، اللي هي بتيجي بعد الالف لما الاقي عليها سكون وانطقها اسمها لام قمريه. جميل خالص. يوسف في لام قمرية تاني؟ بص لي كده، أنا هقرأ وأنت تطلع كلمة أنا هقولها فيها لام قمرية. أمال في فناء المدرسة فيها لام قمرية، خلصناه. وقف المعلم، المعلم فيها لام قمرية ولا لأ؟ ما فيها لام أهي، أهي ألف ولام، لام أهي، لام قمرية. يعني إيه لام قمرية يا رماس؟ تكتب وتنطق. برافو عليك يا قمر. المعلم. منال فيه تاني؟ فيه تاني يا منال؟ ايوه يا مستر. يا منال في القدم. انت بقى يا رقيه عايز كلمه فيها لام شمسيه. شمسيه؟ انا استطيع في فناء المدرسه. وقف المعلم ليختار طريقا لكره القدم من التلاميذ. التلاميذ. ها التلاميذ. برافو يا قمر. لام شمسيه. لام شمسيه. تقدري تقولي لنا يعني ايه لام شمسيه؟
يعني ايه؟ الشمسية هنا بنكتبها بس مش بالانتاء. انت قمر ما شاء الله عليكي، ما شاء الله لا قوة الا بالله. طيب يلا بنات، كابتن يوسف هنطلع بقى دلوقتي التنوين. مين فيكم عارف التنوين؟ احنا لسه هناخده النهارده، لو مش عارفين انا عارفاه. ها؟ وان. يلا يا ريماس. فريقا. جميل خالص، تنوين. طيب ده نوعه ايه بقى؟ تنوين بايه؟ تنوين بالنون. جميل، مين اللي بيقول بالنون؟ ها؟ منال. منال. منال بتقول تنوين بالنون. طيب هو التنوين، اي نعم هي نون، نون تنطق فعلا، احنا بننطقها نون، لكن مش اسمها تنوين بالنون، تنوين بالفتحه، يعني فتحتين. هناخدها دلوقتي. طيب يا بنات، كلمه بها مد بالياء. يلا رقيه. مد بالياء؟ اه. تلاميذ. رقيه. انا استطيع. مين اللي قالت انا استطيع؟ انا. طيب هي انا استطيع كلمه واحده ولا كلمتين؟ كلمتين يا ملك، كلمتين. طيب انا عايز كلمه واحده بس. استطيع. استطيع. يوسف هسالك دلوقتي يا بطل. مثال. ماشي؟ خد بالك. التلاميذ. استطيع، وايه تاني يا رقيه؟ التلاميذ. التلاميذ. طيب. مثل انا اللي قلتها. ماشي يا قمر. رقية هتقولي لي، هتقولي لي كده فين الحرف الممدود في التلاميذ؟ احنا قلنا قلنا الياء حرف مد، فين الحرف الممدود؟ الممدود الميم. الميم. خد بالك يا يوسف، رقية بتقول لنا ايه؟ ان الميم هي الحرف الممدود. عارف ليه؟ علشان الميم هو قبل المد، الميم هو اللي قبل ايه؟ المد. طيب يوسف بقى هيجاوب معانا دي. كلمة استطيع فيها مد بالياء، صح يا بطل ولا غلط؟ ها؟ صح يا عم. احسنت يا حبيبي. طب الحرف الممدود بقى؟ احنا قلنا الحرف الممدود اللي هو قبل المد على طول. طاء. عايزك تعلي صوتك خالص، علي صوتك. الطاء. برافو عليك، احسنت. احنا هنقول لك يا مستر يوسف، ايه رايك؟ ماشي. خلاص كده يا بنات، حرف مضاعف. حرف مضاعف، مين هيطلع لنا حرف مضاعف؟ أنا. ويعني ايه حرف مضاعف؟ يعني ايه حرف مضاعف؟ حرف مضاعف اللي هو الشدة. جميل، طب احنا خدناه المرة اللي فاتت وقلنا الحرف المضاعف يعني الشدة. التلاميذ. جميل خالص. يلا بقى نبدأ حصتنا. يلا.